عشان خاطر نتكلم في التحكيم، احنا هنا عشان نتكلم ان ده الطبيعي وده المنطقي وده اللي الكوره بتقول عليه. يا جماعه موسم برشلونه السنه دي موسم سيء، موسم فيه حاجات كتيره جدا حصلت غلط، موسم فيه كوارث كتير، فانت مستني ماتش مهم جدا في الموسم زي ماتش اتلتيكو، لو كسبته هتكمل في المنافسه، ولو خسرته هتبعد بنسبه كبيره جدا عن المنافسه. مستني منه ايه؟ مستني ان لعيبتك تكون رجاله وعندها روح ان هي تاخد البطوله، مستني منهم مثلا ان هم يكونوا عندهم اي حاجه بترجعهم لريحه الماضي، ان هم يعرفوا يلعبوا كوره ويبقى عندهم شويه حماس بس صغيرين كافرين ان هو يكمل معاهم لحد 90. طب مستني نجيك 60 يتحول يبقى مدرب كويس؟ طب مستني مثلا ان هو يكون عنده ادراك للوقت اللي هو فيه، ان الوقت ده مش محتاج لعب في اي حاجه، لا ده انا محتاج ان انا ابدا بخطه عمري ما لعبت بيها قبل كده، انا العب ب 4-3-1-2 اللي هو ازاي، والواحد اللي تحت الاثنين ده يبقى ريكي بوياج اللي هو لعيب لسه ثلاث ماتش ليه في الموسم، وانت بتدي له ماتش مهم كبير جدا زي ماتش النهارده، لو تعادلت او خسرت يبقى خسرت الدوري. لا مش مهم، ما عنديش اي مشكله، انا كده كده واثق في شغلي. اللي هو ايه شغلك؟ انا بنزل انطوان جريزمان في الدقيقه 89 علشان خاطر نهاجم، اللي هو يخرب بيت ام لعينك اساسا. يعني سيبك من كل ده، بس الحاجه بصراحه ربنا اللي بتغيظني انا اللي هو لا احنا عايزين نرمي كل ده ونحط ده في شماعه التحكيم، ان التحكيم يا جماعه بيظلمنا. اه ضربه الجزاء كارثيه ومتفق معاك تماما، بس برضه ضربه الجزاء بتاع سميدو، سميدو نطط فيها وما تتحسبش، الاثنين ما يتحسبوش، بس احنا هنسيب كل ده عشان خاطر ما نعتبرش ان احنا موسمنا فاشل. اسوء حاجه انك تعترف ان الموسم بتاعك سيء وفيه مشاكل كتير، بس اصعب حاجه انك تواجه علشان خاطر تشوف المرحله الجايه تبقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا وقبل اي حاجه مش محتاج ان انا اقول لك اعمل لايك او اعمل سبسكرايب، لان انا فاضي ان انا اقول لك اعمل لايك علشان خاطر انا كمشجع برشلوني قرفان من المنظر اللي انا شفته. انا مش قرفان من التعادل وان انا بنسبه كبيره خسرت الدوري، انا قرفان من لدرجه ان انا مش عارف اهاجم بعد ما بجيب كل جون وبستنى كوره عشوائيه ان انا اعمل بيها هجمه، شايف ان مفيش شغل، شايف ان مفيش اي حاجه خالص، شايف ان مفيش بوادر بعد الهدف الثاني اللي اتلتيكو جابه من ضربه جزاء ان انا حتى ممكن ارجع في الماتش. يعني بعد ما تعادلت 2-2 مستظر ان انا الاقي لعيبه بتقاتل على سنه تعبوا فيها، سنه اتمرمطوا فيها في الدوري، سنه مفترض ان هم يكونوا عايزين ياخدوا فيها بطوله زي الدوري، بطوله ممكن تكون في المتناول عكس دوري الابطال يبقى ماتش واحد، وبالمنظر اللي احنا شايفينه لبرشلونه ده كان الدوري ممكن يكون البطوله الاسهل. لا انا شايف ان اللعيبه ما عندهمش اساسا لياقه او قوه تسمح لهم ان هم يكملوا 90 دقيقه. دي حاجة عارفينها من أول الموسم، بس اتصدمنا فيها لما لقينا إن جدول مضغوط، جدول مضغوط معناه إن فريق زي برشلونة استحالة إن هو يكمل منافسة لحد آخر جولة، لأن معروف إن فريق برشلونة فريق نوعاً ما ممكن يكون من عواجيزه معديين ال 30 سنة، بس اللي مش طبيعي إنك لما تلعب ديجو سيميوني بال 4-4-2 التاريخية بتاعت سيميوني، وسيميوني نفسه بعقليته ومنتاليتي بتاعه إن هو مش بيهاجم ولا بيحب استحواذ على الكورة، إنك تلعب له بثلاثة نص الملعب فيهم إيفر راكيتيتش وفيهم كمان فيهم فيدال وتحتيهم موجود سيرجيو بوسكيتس وقدامهم ريكي بوياج اللي هو انت بتنيل ايه بالظبط؟ لا وحاطط لي حاطط لي اسمه ايه ده راكيتيتش ناحيه اليمين، اللي هو لا راكيتيتش هو اللي هيوقف رينان لودي وهو اللي هيشتغل شغل زي الفل ناحيه اليمين، وحاطط لي كمان ناحيه الشمال ارتورو فيدال اللي هو بص انا فيدال هيخش منطقه الجزاء والكره تبقى معانا وهنعمل زيادات هجوميه حلوه قوي، اللي هو احنا بنعمل الكلام ده بقالنا كتير، لا ده احنا هنعمله النهارده بس. طب يا عم بطل شغل البلاي ستيشن اللي انت عمال تعمله، انت من ساعه ما جيت وانت عمال تتعلم في اهلنا وكل ماتش بخطه وعادي بنعدي لك نور الراجل بتاع بهايم ولعيب على البهيم اللي راح جابه، والراجل كان جاي يدرب في مصر فريق زي اف سي مصر او تركي الشيخ شرقاء، فجاه في يوم يقول لنا نفسه بيدرب برشلونه، يبقى العيب مش فيه، العيب على اللي جابه وافتكر ان الراجل ده ممكن يعمل اي حاجه وممكن يعمل اي اضافه، بس عادي انا ما اتفاجئتش لان انا بقول لك ده ملخص للموسم كله، ملخص للموسم انك تلاقي بعد ماتش سيلتا فيجو اللعيب بيتخانق مع المدرب، المدرب بيطلع يقول لا الاجواء زي ما هي زي الفل، تلاقي ان سارابيا وميسي واللقطه بتاعتهم بقت اشهر من كل حاجه حصلت في الماتش، وان لا في مشاكل في غرف ملابس برشلونه، ولا برشلونه احتمال يتم التضحيه بكيكي 60 بعد ماتش اتلتيكو مدريد، اللي هو السيناريو ده اساسا يعني كان مع فالفيردي اخر 6 شهور، اللي هو ده السيناريو كان مع فالفيردي في اخر ايامه، لا ده السيناريو ده موجود مع كيكي في اول ايامه، ليه؟ لان يعني كيكي مدرب مفضوح، اللي هو مدرب ما عندوش حاجه خالص، اللعيبه فقسته من اول اسبوعين ثلاثه في التمرين، قال لك الراجل ده على قده جدا، والراجل ده باين اساسا ان هم سوقوه للعالم كله بطريقه كانت مضحكه لدرجه ان اللعيبه نفسهم فقسوه بدري قوي 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 قوي، وبعد كده قال لك بس الراجل ده ما يستاهلش ان هو يدرب برشلونه، وميسي كمان ولاعيبه كتير مقتنعه ان الراجل ده مش مستاهل ان هو يدرب برشلونه، بس لا احنا المهم بالنسبه لنا نوصل لهدف السوبرمان بتاع ميسي وعلى الله التسهيل. طب هو في انسو فاتي بقى الراجل اللي كل ماتش بينزل يعمل اي حاجه؟ لا انا هنزل انسو في الدقيقه 85 وهنزل جريزما في الدقيقه 89 اللي هو تدريب ايه تمثيل يعني؟ ده تدريب ايه وده ان دي ان ايه اللي اساسا كنت بتتكلم عليه ان انت دي ان ايه برشلونه وكانوا بيتكلموا على ايه؟ لا يا جماعه يا جماعه والله العظيم اللي حصل النهارده ده ملخص لكل الغتا وكل حاجه بتحصل من اول الموسم، احنا عايزين ناخد دوري ازاي؟
منظومه ما تستاهلش النجاح، لعيبه ما يستاهلوش ان هم ياخدوا بطوله، مدير فني ما يستاهلش ان هو يقعد على مقعد برشلونه. عايزين نضحك على نفسنا ونقول احنا نستاهل الدوري؟ لا، انت اتلعب عليك ماتش النهارده عليا من سيميوني، سيميوني كان بيعمل عليك شغل تكتيكي جوه الملعب، ديجو سيميوني اللي مش همه شغل تكتيكي ولا همه الانضباط ولا همه اي حاجه، همه بس ان انا اعرف ادافع ولو عرفت اطلع بمرتده اجيبها جون. وسبحان الله يا جدع، يعني يوم ربنا يكرمك وتجيب جون من ضربه ركنيه وكمان ديجو كوستا يكون جايبها في نفسه، لا انت ما تعرفش تتحافظ عليها ليه؟ ان انا عندي مشكله في الدفاع وعندي مشكله ناحيه سيميدو، اي حد بيعدي ناحيه اليمين بيكون عنده فرصه كبيره جدا ان هو يعمل ضربه جزاء يا يعدي من المدافع ويجيبها جون. انا عندي مشكله دفاعيه من اول الموسم وعندي ازمات كتيره دفاعيه، بس لا انا عايز اجيب نيمار وعايز اجيب لوطارو. يا جماعه الخير، باسم برشلونه ده والله العظيم ثلاثه حاجات عكس المنطق، حاجات مدمره الدنيا، ومنتظرين كمان ان هو لا ده التحكيم ظلمنا. ليه ضربه الجزاء بتاع كراسكو فضيحه؟ طب ما ضربه الجزاء بتاعه سيميدو افضح. لا احنا نحط كل حاجه في التحكيم، ما ينفعش ان انا اقتنع ان الفرقه سيئه، ما ينفعش ان انا اقتنع ان ده شغل نتاج موسم، ان انا استاهل ان يحصل معايا كده، استاهل ان انا اطلع موسم صفري علشان خاطر بعد الموسم الصفر ده ابدا اطور وابدا اعمل فريق من اول وجديد. وميسي كلي دور واضح مع الفريق الجديد اللي هو ميسي هيكون واحد من ضمن الناس اللي مفترض ان هي هيتبني عليها جيل، انما ميسي دلوقتي هو اللي الجيل كله، وميسي هو المفترض منه ينهي الماتشات كلها، وميسي هو المفترض منه ينزل ياخد الهجمه علشان خاطر يقوم بدور صناعه اللعب، وميسي المفترض منه ان هو يلعب جناح يمين علشان خاطر يضم ويجيب اهداف. لا ده شغل ابيض، ده اللي هو انا برمي كل حاجه على اللعيبه عنده 32 سنه ومستنيه هو اللي يبقى القائد وهو اللي يبقى النجم وهو اللي يبقى كل حاجه وكل اللي حواليه مجرد شويه سنيده. لا الشغل ده ما ينفعش، فريق الراجل واحد ده ما ينفعش. مفترض ان انتوا تفهموا ان الفكره دي فشلت في دوري الابطال وكمان فشلت في الدوري، الدوري اللي كان كل تارجت ان انا لازم اخد الدوري علشان خاطر ليه؟ الدوري فيه مشاكل كتير قوي وريال مدريد كان بيقع كتير، انما السنه اللي ريال مدريد ما وقعش فيها كتير وانت وقعت اكتر هو راكب الدوري وهو يستحيل انه ياخد الدوري، يعني عشان خاطر انت ما تستحقش تاخد الدوري ولا تاخد اي حاجه خالص، تستحق ان انت تطلع موسم هزلي وموسم فضيحه زي ما انت عامل كل حاجه من بدايه الموسم. عارف ان كلامي ليك هيزعجك بس مع الاسف الشديد دي الحقيقه في برشلونه، لو انت مش عايز تقتنع بيها روح اتكلم على ان احنا الفرق محتاجين نيمار ومحتاجين لوطارو وهنظبط الدنيا بالنسبه لهم. اما لو شايف ان الكلام منطقي فممكن تعمل لايك وتعمل سبسكرايب. وعلى التصحيح كنا مستنيين الريال اللي يتعادل مع اتلتيكو بالباو، دلوقتي مستنيين الريال يتعادل مع بالباو ويشوف له تعادل ثاني مع فرقه ثانيه ويشوف له كمان ده في مقابل ان برشلونه يكسب كل الماتشات الباقيه. صباح الفل يا معلم، دوري احنا هنشتغل بعض.